الأم وسام أبو رميلة، أهلا وسهلا فيك معنا. شكرا. وتاليا كمان. شكرا، يسعد صباحكم. وصباحك يا رب. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك وسام. إحنا إن شاء الله نتمنى كمان تكون تاليا معنا، بس خليها تأخذ راحتها، خليها تلعب براحتها. اليوم أخت وسام نتحدث عن موضوع التوحد. للأسف الواقع يقول بعض الأمهات والأباء كمان يخجلون إذا كان هناك إصابات فيما يتعلق بأطفالهم بطريقة تعاملهم، وهذا شيء يعني له تأثير كبير على المدى البعيد إن لم يتم هناك تعامل بشكل مبكر، تشخيص مبكر. وكيف وجدت هذه التجربة وكيف تعاملتي مع طفلتك؟ بالبداية تشخصت تالية بجيل سنتين ونص. طبعاً كان صدمة لنا كعيلتها وكأمها، بس طبعا انا في محل اللي انا ما بترك بنتي، وهذا مش عار ومش انا ما لي ذنب ولا هي لها ذنب. صحيح. وهذا طبعا اللي اي ام عندها طفل مع اضطراب طيف التوحد لازم تعرف انه لا هي لها ذنب ولا هو له ذنب ولا اي ذنب للطفل، ولازم هي تشتغل عليه بكل ما اوتيت من قوه. باول 3 شهور من تشخيص بنتي قرات اكثر من 40 ريسيرش عن الموضوع، ومش اي ريسيرش يعني، وقرأت كتير وسجلت كمان في علاج سلوكي، البورد الألماني بالعلاج السلوكي، واشتغلت على بنتي. ما كنت أستنى تيجي المدرسة تقولي لازم تعملي هيك، ولا يجي المعالج يقولي بدنا نعمل مع البنت هيك. أروح عليهم أنا جاهزة، أنا أتبع معهم الخطط، أخذ منهم إرشادات، وكمان أشتغل على تالية بالدار. بالبداية كان التوحد عند تالية كتير صعب، ما كانت التوحد غير ناطق، كانت عندنا كتير نوبات غضب، كانت عندنا مشاكل بالأكل تتعلق بالمشاكل الحسية المترافقة مع التوحد. ما بتاكل إلا أكل مطحون طعمين فقط، بدون يعني لا ملح لا ماجي، بس موز تفاح مية وكمان شوية خضار مع مية رز بس. لحد جيل 3 سنين ونص لما قررت أبلش أعلمها، يعني عرفت الاضطراب صح وفهمته صح وفهمت التحديات صح، فهمت كيف لازم نشتغل عليه، كيف لازم دائما بالتكرار والتجزئة والتهيئة. اضطراب طيف التوحد، وعي الأم، وعي الأهل، وعي الأسرة وتقبلهم هي الخطوة الأكبر من تحسن هدول الأطفال. فلما تعلمنا على الأكل وتعلمنا كمان على الحمام بجيل مبكرة قبل ما تحكي، مع أنه أغلب الدراسات بتقول أنه أطفال جيل التوحد يحبذ البدء معهم بجيل 6 سنوات في تعليم الحمام. أنا قلت أنا بدي أجرب، ما مش رح أخسر يعني، بدي أجرب أبلش معها بدري. وتعلمت تالية، أخذت معي تقريبا 2 شهر أخذت المفهوم. بعدين ضل عنا تبول إرادي سلوكي وبرضه اشتغلت عليه فترة أطول أخذ. واليوم إحنا تالية لما تروح الحمام تحكي لي بدأ يختفي التبول السلوكي. الأكل تالية اليوم بتاكل كتير أنواع من الأكل، بدنا نراعي الانتقائية اللي بتكون في الأكل عند ولاد التوحد، بس تالية بتاكل اليوم كل شيء. تالية ايش بتحبي تاكلي؟ ايش بتحبي تاكلي تالية؟ شوكولاته. ليش شوكولاته؟ شوكولاته ممنوع تالية. ليش ممنوع الشوكولاته؟ قولي لنا. هذا كل الاطفال بيحبوا الشوكولاته. لا بس هي بتعرف انه الشوكولاته بتعمل سوسه بالاسنان، وانه التلفون بوجع عينينا وبوجع راسنا. وكمان كنت وهي صغيره ما اعرف اعملها، كنت اعطيها التلفون. بدنا نحكي انه انت حكيتي لنا انه انت عملتي سيرش كثير طويل لحتى وصلتي لمعلومات. بدنا نحكي انه انت بالاساس اعتمدتي على حالك في هذا الموضوع. 100%. اعتمدتي كأم، كيف انت بتراجعي هاي المواضيع؟ احنا كمجتمع ما عندنا هاي المرجعيه في موضوع المعلومات عن اضطراب طيف التوحد. صحيح. وكمان بدنا نحكي كيف قدرتي تتعاملي معها، كيف قدرتي مراكز التأهيل اللي احنا لازم نبعثهم عليها عشان هم يتعودوا في التعامل معنا كمجتمع ومع الأسرة بشكل أساسي وبشكل أولي. أكيد طبعا. أول إشي الأم مش لازم تستنى مرجعية، لازم هي تكون مرجعية نفسها، تبحث تدور. يعني يمكن أنا أسمع معلومة من حدا وأصدقها وتكون معلومة خاطئة، أنا إيش بده يكون مرجعي إذا أنا ما رحت دورت وقرأت وبحثت وعرفت شو المناسب لبنتي أكتر، وأدركت قديش عندهم خصوصية أفراد طيف التوحد. يعني كل واحد فيهم بيختلف عن الآخر، وكل واحد فيهم بده متابعة بشكل معين، وكل واحد فيهم يترافق مع طيف التوحد اضطرابات أخرى معينة. يعني بنتي تالية عندها كمان بلفيك كدني مش بمكانها، كلية مش بمكانها، عندها كمان مشاكل بالنظر، كله لازم يؤخذ بعين الاعتبار. في أفراد طيف توحد اللي بيكون يترافق معهم تخلف عقلي. كل إشي يعتمد على الأم في معرفة حالة ابنها والأفضل لمتابعتها. حتى إذا كان في تشخيص مبكر بهذه الحالة. صحيح. التشخيص المبكر بيساعدنا كتير في أفراد طيف التوحد، لأنه التدخل المبكر
أثبتت الدراسات جداً أنه بيساعد هدول الأطفال. طبعاً مش بيساعدهم أنه يشفوا من الاضطراب، الاضطراب لا يتم الشفاء منه، ولكن بنساعدهم يسكروا الفجوة بينهم وبين جيلهم. يعني بيكونوا دائماً عندهم تأخر في كل التطور، في كل اللغة، في كل التواصل والاتصال، كمان في التطور الحركي، في كل هاي الأمور. طيب. طبعاً نحكي عن تعاملها. تفضلي. نحكي عن تعاملكم في العيلة معها، وهي كيف تتعامل معكم، كيف تتعامل مع إخوتها، مع باقي إخوتها في البيت. بالبداية كان كتير صعب، وكان الإشي تحدي كبير لإلنا، لأنه إحنا نفسنا ما كنا عارفين كيف نعملها. بس بدينا شوي شوي نعرف كيف نعملها، نركز على التواصل البصري، نركز على تكرار الكلمات. ما كانت تندمج مع إخوتها. اليوم ممكن تدخل تلعب مع إخوتها بالغرفة وما تسأل عني. صار عندنا استقلالية باللعب. كمان اللعب الوظيفي عندها تطور. تعاملنا معها كأسرة، أنا بشرح لأولادي كيف يتعاملوا معها. طيب أخت وسام، برسالة أخيرة للأمهات مرة أخرى، للي عندهم حالات من الاضطراب في التوحد، كيف ممكن يتعاملوا معهم من خلال تجربتك مع تاليا؟ بعد ما بعد التشخيص وما بعد هذا التعامل، إيش اللي تغير بالضبط على شخصيتها؟ وكمان لطمني الأمهات من خلال المتابعة ومن خلال الرعاية، يمكن فعلا تغيير هذا السلوك واحتوائه؟ أكيد طبعا 100%. رسالتي لكل أم، سواء عندها طفل مميز أو أطفال عاديين، أطفالنا هم استثمارنا بالحياة، وإحنا لازم نعطيهم جهدنا ووقتنا ونتعلم عشانهم ونعرف كيف نعاملهم، نفهم اختلافاتهم منيح. الأم هي اللي بتفهم اختلاف ابنها أكثر حدا. صحيح. وهي اللي بتعرف ابنها، ولازم تتقبل هذا الإشي. تقبل الطفل كما هو بيساعدنا كثير إنه نتقدم في العلاج. ولما الأم بتقدم تدخلات لأطفالها بكل ما أوتيت، يعني تكون توجه المعالجين وتتعاون معهم وهي تشتغل بالدار، أكيد أكيد رح يكون في نتيجة. طبعا لو النتيجة ما شفناهاش اليوم، ولو النتيجة بطيئة، ولو أنا ما حطيت لبنتي سقف توقعات عشان أنا بدي أشتغل عليها، مش عشان أنا بدي أستنى منها. أنا بدي أشتغل على بنتي عشان أنا بدي أشتغل عليها وأسوي جهدي وأسوي اللي علي. فبتوقع إنه بيكون في عنا نتيجة يعني منيحة للأطفال. موجودة أكيد. حبيبتي. شكراً لوجودك معنا، والله يخلي لك إياها ويطول بعمرها، اسم الله عليها بتجنن. شكراً. حبيبتي شكراً لكم كثير. شكراً. كل التوفيق لك أخت وسام، ومن النماذج الجميلة جداً، وأتمنى بالتأكيد أن تكون الرسالة وصلت بالفعل إلى جميع الأمهات. شكراً لتواجدك معنا. شكراً. شكراً يعطيكم العافية.